سويت هذا المسلسل علشان احنا هالايام ما قمنا نشوف مسلسلات كرتونيه تناسب اعمار عيالنا، وحطيت بين الحلقات اغاني كعنصر شد للمشاهد. ربنا الخالق وحده يعلم فيها. حبينا نطلع بجو جديد وطريقه جديده تختلف عن باقي الرسوم. السلام عليكم يا عيالي الشاطرين، اليوم عندنا حزاية حلوة تستفيدون منها. كان يا مكان في سالف العصر والزمان. حبيت اللي تروي القصة مرة عيوز تقول القصص على أساس نطلع من الجو الواقعي إلى جو الخيال. يا بخيتة يا بخيتة تعالي شوف ايش عندي. تعالي يا يتك لحظة. الله شنو هذا؟ شو الشاي من وين؟ هذا واحد مو مثل اي واحد. قل لي هذاك من وين؟ قلتولي انتو ضايعين ها؟ لا جايين سياحة. بس انا حداد زين وعارف بالحداده صح. حداد مو بس حداد الا حداد بعد. يا حسرتي وين راحت هيله؟ وليش تاخرت؟ بس قلت لها بنام. ايه غفلتني وطلعت. والله عليك في ام تخلي بنتها تطلع بروحها بالغابه كذي؟ شو اسوي يا ربي؟ انا كنت تعبانه. انا لازم اروح ادور عليها. أخذني معك. توش تعبانة قاعدة مكانك تقول؟ أروح أدور عليها وإن شاء الله أرجع. وينك من زمان؟ يبا ما شفناك. شل غيبة الوالد. الوالد الله يرحمه كان وفي وطيب وحبيب الله يرحمه. صقر البيبان ياكم جثلان، صقر البيبان ياكم جثلان، كل واحد يأمن نفسه وبيته وفلسه من هذا القرصان. يا نا جثلان صقر البيبان. بسم الله الرحمن. لك هون داش عليكم وحش. انا بعد بغيت ابكي، خشمي حرقني. لا خوفت منت الحين. صدق لو ما عرفك كان رجيت من الخاي. أوعدكم راح أتغير، ما أكرر غلطتي وأصير خوش إنسان.